قمر الطائي تتعرض لموقف محرج في اللايف، شاهدوا المزيد من التفاصيل. أحرجت تيك توك روان قمر الطائي بالأمس في اللايف بحديثها عن نورمال، وهذه الحركة من روان أزعجت قمر الطائي التي رفضت ذكر الأسماء في اللايف. أترككم مع اللقطة ورأيكم بخصوص هذا الخبر. أشوف وجهك مفتح يا قمر. الله قمر، طلعت أنت اللي مع نورمال. عندنا طلعتي مع نور مارخ؟ هذا اللي تقول انا الاولى والاخيره تصور معها. لا والله طلعت هي اللي كانت مع نور مارخ في الفلوجات وزي كذا. انا كنت احسبها. طيب لا تقري اسماء بالكومنتس. لا مو الكومنت، هو بينكم خلافات. والله ما ادري، والله ما ادري. ما جماعه انا وايهاب جينا نودع ناصر. لا والله تعرفوا ما تشوفون، تعرفون ناصر ما يقدر يعيش بدوني بدون ايهاب. يعني عمان زين اليوم. ما حد حزين والله. حتصير احلى افراقك. افراق حتصير احلى. افراق شو قصدك يعني؟ يلا باي ناصر، توصل بالسلامه ان شاء الله. وغلا ان شاء الله ما نرجع نشوفك يعني. حاضر. من غير شر وجبتوني غصب، خطفتوني بس جبتوني. يلا باي باي ايهاب.